شارك جلالة الملك عبد الله الثاني في تشييع جثمان الشهيد البطل النقيب راشد زيود بحضور عدد من الأمراء ورئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق أول مشعل زبن ورئيس الديوان الملكي. الآلاف من أبناء الأسرة الأردنية الواحدة شيعوا عصر اليوم جثمان الشهيد زيود إلى مثواه الأخير في مقبرة غريسة بلواء الهاشمية في محافظة الزرقاء. في مراسم عسكرية مهيبة تقدمها القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي جلالة الملك عبد الله الثاني، يرافقه عدد من أصحاب السمو الأمراء ورئيس هيئة الأركان المشتركة ومسؤولون عسكريون ورئيس الديوان الملكي وآلاف الأردنيين. شيع جثمان الشهيد النقيب راشد حسن الزيود إلى مثواه الأخير في مقبرة غريسة بلواء الهاشمي في محافظة الزرقاء. وانطلق موكب تشييع الجثمان من مسجد الهاشمية الكبير إلى مقبرة غريسة مسقط رأس الشهيد، حيث وارى جلالة الملك جثمان الشهيد بيديه وودعه أبناء الوطن وأبناء عشيرة بني حسن وعدد كبير من ضباط القوات المسلحة ومرتبات الأجهزة الأمنية. وكان جلالته عز بالشهيد عبر رسالة كتبها على مواقع التواصل الاجتماعي، جاء فيها: ابني راشد زيود، يشيعك الأردن شهيدا في قوافل المجد من رفاق السلاح ممن صدقوا عهدهم مع الله والوطن. إن تضحيتك ليست غريبة على الأردنيين ولا على أبناء جيشنا العربي وأجهزتنا الأمنية. رحم الله الشهيد وحفظ الوطن. آمين. ربنا تقبل إلى روحه الطاهرة وعلى نية رفع درجته عند ربه وتنوير قبره عليه ثواب سورة الفاتحة. العميد الركن حسين زيود الملحق العسكري الأردني في عمان والد الشهيد راشد أكد أن كل جندي وكل ضابط في قواتنا المسلحة الأردنية هو مشروع شهيد يفدي الوطن والعرش، قائلا: كيف يتحقق الأمن لأهلي بلا شهداء؟